تسمع عن معروف الكرخي؟ قريت كتاب مثنوي بيقولك إن إبراهيم ابن أدهم كان ليه أحوال، ويا سلام على أقوال الحسن البصري، جمل الجنيد، جمال الشبلي، لغة الحلاج، زهد الشاذلي، عبادة الرفاعي، وسر الدسوقي، وفلسفة ابن عربي، وحب ربع العدوية، وشطح البسطامي، وغيرهم كتير. كل واحد فيهم كان ليه حال مع الله. مقام مع أحمد عبد الجواد على راديو كمد، محطة على المحطة. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. مقولة صوفية قديمة قالها ناس غابوا عن حياتنا بالجسد، بس عمرهم ما غابوا بحكاياتهم ولا بأرواحهم ولا باللي سابوه لينا من تراث عظيم. كل واحد فيهم ليه مقام وليه حال، ليه قصص فيها حكايات بره حدود المنطق، حاجات تستعجب ليها. جمعهم حاجتين: الطريق والحب. هنحكي عن الأولياء، عن المحبين، عن العشاء، عن اللي مشوا في الطريق وشافوا العجب. هنحكي عن المقامات اللي عدوا عليها لحد ما وصلوا للعشق الصافي. في برنامج مقام هنشوف بقلوبنا. وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مقام مع الدرويش القلندري أحمد عبد الجواد. مين فيكم راح القلعة؟ أكيد كتير. هناك بقى في جامعين كده قصاد بعض، جامع السلطان حسن، وقدامه بالظبط جامع الرفاعي. شخصية الرفاعي هي اللي هنتكلم عنها النهاردة، بس الأول لازم أقول لكم على سر. السر هو دعوة، معرفش سمعتوه قبل كده ولا لأ، بتقول: الغالب الله، على الله لا يقوى أحد. الدعوة دي أو الكلام ده ليه تكملة مخصوصة معروفة، بيقولها الراجل اللي بيجي البيت لما بعيد عن السامعين بيبقى في البيت تعبان، فجأة تلاقي التعبان قدامك. الراجل بيتمتم بكلام ياخد عليه العهد، يلمه في كيس قماش وياخد أجرته ويمشي. في منهم ما بياخدش فلوس خالص، الناس بتعرفهم باسم الرفاعية. هو الإمام، القدوة، العابد الزاهد، شيخ العارفين، أبو العالمين، أبو العباس أحمد بن علي الرفاعي المغربي. ده كان كلام الإمام الذهبي عنه، بيقول في نهاية كلامه: كان كثير الاستغفار، عالي المقدار، رقيق القلب، غزير الإخلاص. اتوفى سنة 578 هجرية في جمادى الأولى، واتولد في العراق سنة 500 هجرية. أكتر حاجة اشتهرت بيها الطريقة الرفاعية إنهم بيطلعوا التعابين من جحورها والأماكن اللي مستخبية فيها وبيتحكموا فيها، ودي من الحاجات العجيبة عندهم وسر محدش يعرفه لحد دلوقتي إلا أهل الطريقة. ومع إن أصل الطريقة من العراق واتنقلت للمغرب، إلا إن حفيد الإمام الرفاعي عاش ومات في مصر، أحمد عز الدين الصياد الرفاعي. اتولد في العراق، ولما جه مصر اتجوز واحدة من بنات الملك الفاضل ابن صلاح الدين الأيوبي، خلف منها علي أبي الشباك. ايه بقى الموضوع وايه الاسم الغريب؟ تعالوا نحكي الحكاية. في الأول قبل ما نحكي لكم الحكاية لازم نعرف ان جامع الرفاعي اللي اتبنى على اسمه في القاهرة تحديدا، في منطقة السيدة عائشة بجوار القلعة اللي مدفون فيه هو علي الشباك. جامع الرفاعي مساحة كبيرة جدا مفتوحة، جنبها هتلاقي المدخل اللي بيوديك على باب الجامع. أول ما تخش هتلاقي السجاد الفخم اللي موجود على الأرض، هتستمتع بالتصميم المريح للأعصاب. التصميم معتمد على الأعمدة اللي معمولة من الرخام، تصميم عجيب هيفكرك كده بالطراز المملوكي. هناك هتلاقي نقوش مكتوبة بخط كوفي جميل، منها الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. تعالوا بقى نحكي حكاية علي أبي الشباك. هو ليه تسمى كده؟ السبب إن علي لما اتولد أبوه كان مسافر بعيد، وقال لزوجته: أول ما ابني يشتاق ليا خليه يبص من الشباك ده، وحدد شباك معين. المهم الأم ماتت، لكنها قبل ما تموت حكت الحكاية لجدته. وتمر الأيام والولد يكبر، الأب لسه مرجعش، فالولد بيكلم جدته ويقول لها إن أبوه وحشه ونفسه يشوفه. بدأت جدته تحكي له الحكاية وتقول له الموضوع وشاورت له على الشباك. بالفعل راح قدام الشباك ونادى على والده. بتقول الحكايات إنه شافه كأنه موجود ودار بينهم حوار طويل جدا،
يبدأ علي أبي الشباك بعد الحوار ده إنه يسلك في طريق التصوف علشان يبقى الرفاعي الصوفي المشهور، وتبقى طريقته موجودة في كل حتة في مصر. مش هنتكلم كتير عنه، لكن خلونا نفهم الطريقة الرفاعية من كلامه. قال في وصيته: يا سادة، لا تجعلوا رواقي حرما، ولا قبري بعد موتي صنما، عليكم به سبحانه، فإنه لا يضر أو ينفع إلا هو، وكل الفقراء ورجال هذه الطائفة خير مني. طريقي دين بلا بدعة، وعمل بلا رياء، وقلب بلا شاغل، ونفس بلا شهوة. بكلام الرفاعي تكون خلصت حلقتنا النهاردة، واستنوني على راديو كامت في الحلقة الجاية من برنامج مقام. كان معاكم الدرويش القلندري أحمد عبد الجواد. كنتم مع مقام مع أحمد عبد الجواد على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت، محطة على المحطة.